كوتش اوليفر، احنا شفنا المباراه، المباراه كانت في بدايتها لغايه وصلت 6-6 7-7 8-8، كان في نديه، وفجاه الزمالك فرق في عدد الاهداف. انت ككوتش عملت ايه واللعيبه عملت ايه في الملعب علشان الفارق يوسع في فتره من الفترات دي لسبع اهداف وثمان اهداف كان فرق بيننا وبين النادي الاهلي في المباراه النهائيه؟ اعتقد ان احنا كنا في الشوط الاول متعادلين واحنا كنا بنلعب كويس وكنا بندافع كويس، لكن ضاع مننا شوطات كتيره وضيعنا ضربات جزاء وكان الفريق هادي شويه واحنا كنا بنتحكم في الجيم، لكن يمكن الاجوان ما كانتش كتيره في الاول وبعدين بدأنا نسيطر ونحط اجوان اكتر ونحط نصنع فارق مع الفريق المنافس. لو انتوا شفتوا كريم هنداوي كان بيلعب كويس قوي، هو كان لانه حارس وكان المدافعين مركزين ومش بيدوا اي فرصه انه يخلوا الاهلي يسجل اي جون بسهوله، واحنا كنا بنحاول ما يسمحوش لاي فريق انه يشوط من على بعد الستة متر، واحنا كنا يعني هاديين ومسيطرين على الجيم بشكل كويس. الفرق اللي حصل بين الزمالك والاهلي في هذه المباراه انت خططت له في الاعداد للمباراه اكيد مليون في الميه قبل المباراه ما تبدا، واتكلمت مع لعيبتك في هذا في القصه دي، ان حتى لو الاهلي بيجيب اجوان انت لازم تفرق عنه هدفين وثلاثه عشان يبقى في نوع من انواع الرجوع في المباراه مره اخرى. اعداد نفسي للفريق مهم جدا. طبعا اتكلمنا على ده، انه نلعب بسرعه، ما يلعبوش هم بسرعه، ما يسجلوش بسرعه بسهوله، والفريق اتبع التعليمات دي واتكلمنا عن كل ده. وزي ما كان بيقول روبي ان احنا لعبنا معاهم ست مرات، احنا عارفين اللي ممكن نعمله قصاد الاهلي وكنا جاهزين لده، وكنا عارفين اللي عمل الماتش ده والماتش اللي قبله، والفريق كان عنده ثقه انه دي نهايه الدوري، وكان الفريق عنده ثقه عاليه جدا.